السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهر التلاجة هو أولى إن إحنا نهتم بيه أكتر من التلاجة نفسها، لأن هو ده بيسبب مشاكل كتير زي سخونة الكباس وتلف الملفات بتاعته، ممكن يبوظ موتور التلاجة تماما، وممكن يبوظ المجموعة بتاع الموتور وتغيرها على طول، وكمان بيضعف التبريد جدا بأسباب بسيطة. أول حاجة لازم نعملها طبعا بعد ما نبعد إن التلاجة تكون بعيدة عن الحائط ب10 سنتي، او لو في صيف ومكان حار بيكون بعيد عن الحائط الشبكة دي او ظهر التلاجة ب15 سنتي على الاقل. حاجة مهمة جدا الناس بتنسى تعملها هو تنظيف الشبكة دي. تنظيف الشبكة دي لازم يحصل باستمرار باستخدام مقشة ومنع اي اتربة، لان دي خاصة بتبريد التلاجة او تبريد الفريون اللي خارج من موتور التلاجة، فلازم تكون نظيفة. لو تعرضت لحرارة عالية، إن كانت لازقة في الحيطة أو جنب بوتاجاز أو عليها أتربة، فدي هيسبب ضعف في التبريد وكمان تلف في الموتور وعدم فصل الموتور في وقت قليل، يعني التلاجة هتفصل بعد فترة كبيرة، وطبعا ده بيستهلك كهرباء أكتر وبيتلف موتور التلاجة أسرع ويخلي عمره الافتراضي قليل. فأهم حاجة او رقم واحد نعملها هي الشبكه تكون بعيده عن الحائط، مش معرضه لاي اتربه، نظيفه باستمرار، وممكن نستخدم كمان قماشه للتنظيف اكتر تكون مبلوله، ونغسل الشبكه كويس جدا ونشيل اي اتربه باستمرار، ودي المفروض تتعمل كل فتره، كل 6 شهور او كل سنه علشان الاتربه ما تجمعش. حاجه تانية هي حوض التبخير. حوض التبخير ده ممكن يسبب صوت معانا لو مش مكانه، وكمان لو مكسور او مش موجود ده بيكون خاص بالميه اللي بتنزل من الصرف علشان يبرد الموتور والميه بتتبخر على طول باستمرار. طبعا لو مكسور او مش موجود هيسبب الصدى والميه دي وهيسبب عدم التبريد، وممكن ينزل على المجموعه بتاعه الكهرباء دي يتلفه، فلازم نهتم بيه ونشوفه برضو كل فترة لو مكان مش في مكانه، او لو كان مكسور، او ساعات بيتعرض للسخونية وبيتفلق، او بيبقى فيه شرخة او اي حاجة مش باين، بينزل مية على الموتور نفسه بيسبب الصدى وبيسبب حرق كهرباء. فدي حاجات مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، وكل فترة واحنا بننظف التلاجة بتاعتنا ننظفها من الظهر بتاعها ونتأكد من الحوض ده والشبكة دي تكون معرضة للتهوية باستمرار. ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك وقول لنا رأيك او استفسارك في التعليق.